محمد، وش رايك في التحدي تاع اليوم؟ التحدي تاع اليوم طبعا جاني ساهل من حيث القطايف، انا نعملها من حيث المطبخ المغربي فيه القطايف، من حيث المهاجرين الجزائريين اللي جابوا لنا القطايف في عام 1730 في مدينه العرائش، ودخلوا العجين تاع البسطيله اللي يسموه دركا ديولو منا، من حيث حنا تعلمنا هذا الشيء من عند الجزائريين. هذا درت قطايف بالجوز والقرفه، خاطر من حيث القرفه تمشي مع الجوز، والعسل تاعي درتو بالمزهر، وهذه هي اللمسة.